هذا هو النهار كبير معنا. جيت عشان ندير ماكسي الرحيم الاخوان كاملين في سي عبد المجيد حداج من الناس اللي احنا صغار وكان يلعب الكرة وكان من اللعابة القدام، كان يلعب في الروك وكان مع الجمعية السلوية، ولكن كما تقولوا الجلدة ما عطاتوش، كان من اللاعبين الممتازين وحنا ديك الساعة باقيين صغار تنتفرجوا فيه. من بعد دارنا فرقة ولا مدرب ديالنا وبقات العلاقة لحد الساعة. مجيد يعني معروف على الصعيد مدينة سلا، والحمد لله الأصدقاء ديالو في كل سنة وفي كل مناسبة تيتفكروه تيجيو يزوروه. اليوم قمنا بزيارة ليه للمنزل ديالو، البيت ديالو، لأنه كان طريح الفراش وكسات عليه بعض الإشاعات بأن مجيد مات إلى آخره. الآن الإخوان والأصدقاء ديالو جاو زاروا في البيت ديالو وتيباركوا ليه العواشر والمناسبة ديال العيد الفطر. فبو مجيد واخا نهضروا تنعياو ما تيتسب، ما هو الأب الروحي ديال الأنوال وديال السلويين، يعني المنطقة ديال حي الرحمة. اللي سولتي على مجيد ما كانش اللي ما يعرفوش، دائما معروف بو مجيد اللي عنده عنده ياك اسي اسطاح. حنا تحترموا الرصيد ديالو الكروي، وكان معنا في الجمعيه ومقابلها، ولكن خانته الصحه ودائما الاخوان والاصدقاء ديالو تيتفكروه ما تندوزوش، باش ما كان تنتفكروه ولو بزياره ليه. وتن من هذا المنبر ديالكم تنطالب من المسؤولين باش يتفكروا هاد السيد، لانه حقيقه راه تاريخ بومجي، التاريخ ما كاينش ما تعرفوش. وصراحه تيبقى فينا الحال، لان حتى ديك القفه ديال رمضان ما تتوصلوش اقل ما يدار لهاد اللاعب. ورغم ذلك فالاخوان ديال انوال والاصدقاء ديالو راه ما تيدوزوش، راهم تيديروا اللي قسم الله وتيجيو يزوروه. وهذه الزياره اولا راه دواء ليه، لان ملي تنجيو نزوروه وهو في هذا المرض ديالو اللي هو مريض شويه، ذاك المرض اللي هذا، فتنحاولوا حنا نقوم بهذه الزياره ونواسيوه. وزياره المريض راه حقيقه ما يعرفها الا اللي قريب الله سبحانه وتعالى. فشكرا الأصدقاء اللي لباو الدعوة وجاو قاموا بزيارة ليه. واحد الصورة هي أمامنا، راه لعب مع الزاكي وغادي نعطيو الكلمة، هو راه يذكرهم كاملين. وكاين اللي كاين اللي بريمي ديفيزيون، كاين اللي وصل المنتخب، كاين اللي حنينة جدي. كنشكر أصدقائي ولادي هادو، ما كنحسبهمش أنا أصدقائي، فهم وليداتي عاشوا معايا السراء والضراء، وانا كنشكرهم من هذا المنبر هذه من هذا الدار. تيجيو ديما يشوفوني كلهم، بداو من الرئيس الى الاخوين كلهم. اما من ناحيه كره القدم فكنت تلعب ديك الساعه مع تروازيام ديفيزيون بيلاروك، اما قبل بيلاروك كنت تلعب بوروق الحي، منهم التصويره اللي شفتو هادو كلهم بريمير ديفيزيون. الدوري الفرشي راه معروف، اللي سولتي على الفرشي هو هي هذيك. ومن بعد كنت مشيت لعبت مع النجاح الرياضي السلاوي، عيطت عليا لا سيليكسيون في 81 82، مشينا كان ديك الساعه السي العماري الله يرحمه تيترني بالكاك، والكاك يا الكاك، مشينا على محلي هذيك ملي دوزو نجحت، ولكن لي زيكستري ما دازوش ليا لي سي باسي. كنا غنلعبو مع السعوديه جينيور، لقاني البيت 20 عام وقال لي ميمكنش، عطاوني الفلوس وداكشي وجيت بحالي. من بعد هادي هي. ودابا كنشكر سي محمد وكنشكر كاع الصحاب كلهم، وسمحوا لي نفك داك الشيء بالنسبه لهاد اللعاب. هادو هاد اللعاب اللي كاين في الصوره، كاين مصلوحي
كاين عبد الله السيسي هذا كيلعب مع لاسيس بريمير ديفيزيون، هذا جديته هو بريمير ديفيزيون لاسيس، هذا دريس استاذ حتى هو كنت يلعب معايا النجاح، هذا عبد ربي حداد عبد المجيد، هذا بدر الزاكي الله يخليه، هذا السمار، هذا عبد الحنين هو بريمير ديفيزيون، عبد الحنين هي عبد الحنين مغزي يلعب، هذا عمر كنت يلعب مع اتحاد تمارا، هذا السين الجلالي غني على التعريف، هو كان راجل في المجلس، كان نائب الرئيس، كان رجل ديال الميزانية، إيوا هادشي اللي كان، أما من ناحية شنو اللي عطلني أنا شوية كنت تصرف في هذا المرض، مرض شوية خبيث، تيقولوا لي باركنسون، ودرت في عاشي، وهذا هو ما نقول لكم، هذا هو، الله يخليكم. كيفاش جات الزيارة اليوم؟ وأنا منتظرة، منتظرة وعارفة غيجيوني، لأن كيطلوا عليا. اللي ما طلش عليا كيعيط عليا بالتليفون، التليفون عمر عباد النوامر ديال الاخوان، إلا جبتهم لك راه كلهم هادو، أنا على رأسهم الرئيس. أجمل ذكريات تجمعك مع هاد الناس هادو؟ ولادي كلشي كانوا ندخلوا للمحل، كان ديك الساعة أمي حية مسكينة، يقول فلان أجي بغا تسول على شي حاجة، تقول لي دخل أولدي في خو، ما كتعرف أيام بكري ماشي بحال بحال دابا كلها، وسد عليه لا. أمي بدي لابا جيت هنا وتقول لي دخل في الكرة ما بغاش ينوض ليا هذا هو أهم ذكريات الكرة اللي جمعتك اليوم؟ ها؟ أهم ذكريات الكرة اللي جمعتك اليوم؟ إيوا كنت أنا الأب، تصور أنت واحد القضية كنا لاعبين واحد التورنوات جديدة وغادي تسعود الدراري على الصغيورين وأنا ديرة ديال البطاقية وليت نزيد دخلت التيمين والتيران الجديدة جايبهم تقول شو با هما هو داير طاقية لا كنت مالي فيهم ديناهم المخيم صلينا بهم وكانوا بنات 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 ولا حقات بنات كبار ولكن كل شيء بمجد الحمد لله داز المسار ديالي زوين ما كاينش ديك التحرش ولا شي حاجه كان اب روحي ناخذ الكسكسو من عند الجيران ونتغداو كل بقينا اللهم الحمد لله عليها لاحد الان هذا هو بسالتك الجامعه الكره انهم درتي فتاه الناس لي زونسيان القدام وانا شغنقول لك انا بعدا طحت شويه لعبت مع واحد الشركه في لوروك تروازيام ديفيزيون ملي كان تروازيام ديفيزيون راه ليها بال فهمتيني ملي كان ليها بال وخدمونا شويه وتعرف تما ساعة البريم ما كانش لي بار كاع كتاخذ 4000 ريال ما كانش كانت في السبعينات كانت الكره ما كاينش بريم والو ما كاينش والو، إيوا مشينا للخدمة يا واش تعرف الإنسان الضعف، ما قاريش مزيان الكرة، شدينا شكل الكرة حنا لحد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة للأخ مجيد، عندي غير واحد الإضافة نقولها هو راه زعما واحد اللاعب كان في فيلاروك كان معروف تبارك الله، لاعب ممتاز الحق هي هادي، وأنا لعبت معاه هو كان تيلعب مع السينيور، وأنا كنت نلعب مع الكادي، لعبت معاه واحد العامين. هذا الشيء في 78 79 80 فاش لعبت طلعت في لاروك للتروازيام ديفيزيون ومجيد كان تبارك الله من اللعابه المزيانين كاع غير بالنسبه لهذيك الشركه اللي كما قال ما كاينش شي بريمات ما كاينش شي حاجه اللي هي كانوا تيعطيوهم شي حاجه قليله ماشي شي حاجه اللي هي ومعاونينهم بالخدمه كان باش هذيك بالخدمه هي اللي كانت نافعه كان خدام تيلعب كره وبالنسبه وصحته ديال الخدمه جيت تقريبا راه كانوا تيخدموا هما طروا جروب مجيت تبارك الله كان يخدم كاع بالليل بعض المرات والصباح يتريني مع 12 ويلعب نهار الماتش ما كاينش ما يوقفش تبارك الله ولكن الامر لله وهذا هو اللي كاين وكان لاعب ديال بعروب راه الناس عارفين نجاح الرياضي كان لعب زعما انا عاقل عليه مشيت تمشي مع السلاك تمشي مع الله يصيص انا واحد الولد الله يذكره بخير الساعه غبره التيران كان ديك الساعه كان غير تراب وكان تيلعب مع با عروب وديما مقبول كان معروف معروف والامر لله سبحانه وتعالى وانا كنطلب ليه الشفاء انا من عندي وتنشكر هاد الاخوان اللي جاوا زاروه وعلى راسهم السي محمد الضاوي ونشكر الجيل السي المدير هاد الناس هما الرياضه وحي الرحمه مع كامل احتراماتي للاخوان القريب عندك السي سمير ومحمد الضاوي هاد الناس هادو زيد عليهم احمد
هاد الناس هذا هما مميزين بالنهضة ديال كرة القدم الفتيان. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.